أظن جديدة علينا تماماً هذه الرياضة. طبعاً دراجون بوتس أو قوارب التنين رياضة صينية المنشأ زي ما كلنا عرفنا من خلال هذا التقرير، وأصبح لها مؤخراً اتحاد في مصر. هنتعرف أكتر على كل تفاصيل هذه الرياضة من خلال ضيوفنا الأعزاء، الأستاذ إيهاب جودة وهو مفوض تنمية الاتحاد الدولي للعبة، وأيضاً الأستاذة ماري لاي مؤسسة دراجون بوتس في مصر. صباح الخير عليكم. صباح النور. أهلا بيك. إحنا عرفنا إن حضرتك بتتكلمي عربي وبلهجة مصرية يمكن أحسن مني أنا والأستاذ. طبعاً. سعداء بوجودك منورانا. أهلا بيك. عايزين نعرف من حضرتك في البداية يعني فكرة كده مبسطة عن هذه الرياضة، وهل هي رياضة بتتلعب أو بتمارس بشكل تنافسي يعني فيها بطولات ومراكز وكؤوس وكده، ولا الغرض منها ترويجي أكتر؟ تقريبا بالنسبة لي عشان أنا من الصين من هونغ كونغ، الأول حاجة لما أنا عايش في مصر أول حاجة بفكر ثقافة في الصين، ودي لعبة دراجون بول ده فعلا من 2000 سنة، دي ثقافة في الصين، لكن دي لعبة رياضة جامدة معروفة كل العالم. عشان كده فأنا بفكر دي ده مش جيب دي لعب الرياضة لمصر عشان عندنا جميلة طبعا. النيل طبعا. حضرتك بقالك قد ايه عايشة في مصر؟ 30 سنة. ما شاء الله ده عمر تاني ما شاء الله. مبسوطة في مصر ولا ايه الأخبار؟ طبعا أكيد طبعا. بطبيعة الحال طبعا. طيب برضو نعرف بقى من حضرتك مبدئيا ملابسات تأسيس أو إنشاء اتحاد لهذه اللعبة الجديدة نسبيا على المصريين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر سيادتك وبشكر حضراتكم يعني على الدعوه الجميله. ثانيا لعبه الدراجون بوت هي طبعا ليها تاريخ ومن الافات السنين، وكانت الاول يعني كانت داخل الصين فقط لا غير، وبعد كده بدات تخرج بره عن طريق هونغ كونغ وتبقى رياضه وانتشرت على مستوى اسيا كلها، ودخلت اوروبا وانتشرت في امريكا ودول في بعض الدول العربيه ودول في افريقيا. فطبعا مصر بلد مهمة على مستوى العالم، ومصر برضو بلد رياضية من الدرجة الأولى وطبعا فرصة جميلة أن مصر تتعرف على دراجون بوت والشباب، هي من هالسن على فكرة جميع الأعمار حتى لحد سن 70 سنة ممكن يمارس اللعبة. في نفس الوقت هي منها رياضية سليمة 100% بحتة يعني، ومنها نوع من أنواع الثقافة للناس كرياضة جديدة، وفي نفس الوقت بنساعد على الصحة إن صحتك تبقى كويسة وتلعب رياضة وتمارس رياضة، لأن المركب نفسه بيبقى فيه جروب كبير أكتر. مثلا المركب بيتكون بيبقى فيه 22 لعيب، احنا بنقول 20 اللي بيقدفوا، وواحد أعلى على الدرامز وواحد ماسك الستيرنج او الدفه بتاعته. فطبعا حضرتك ده جروب كبير كرياضيين، جروب كبير، فحضرتك بتشجع الناس اكتر ان تمارس وبسرعه يعني، كمان بتمارس بالشكل التقليدي الكلاسيكي بتاعها، ولازم يبقى معاكوا درامر. بالظبط لازم يكون في درامز اللي هي الطبله. وهو ده الايقاع بتاع التاديف نفسه بتاع يعني المداف بينزل الميه الدرامز هو مع الاثنين مع بعض. هم كلهم مع بعض. بس حضرتك بتقول ان هي انتشرت مبدئيا في اسيا ثم لدول ثانيه من قارات مختلفه. أيوة. انتشرت بمعنى ان تاسس لها اتحادات محليه تابعين. أيوة. او تحت مظله الاتحاد الدولي. أيوة طبعا طبعا. هي في حوالي دلوقتي 85 دولة تحت الاتحاد الدولي للدراجون بوت، والاتحاد الدولي للدراجون بوت اتحاد مستقل وقانوني جدا وواضح وصريح، ودلوقتي بتعمل له بطولات العالم سواء للأندية أو بطولة العالم للمنتخبات. هو مستقل كمان عن الاتحاد التجديف؟ مستقل لوحده تماما يعني، استقلاليه كامله يعني. بالظبط كده. اوكي. اسمه الاتحاد الدولي للدراجون بوت معروف، وليه الويب سايت بتاعه، فبرضه لو حال للمشاهدين ان هم عايزين يعرفوا اكتر معلومات اكتر يخشوا للموقع بتاع www.idbf.com. جميل. طيب لقيتي اقبال المصريين كان كبير على ممارسه الرياضه دي، وعملتي ايه عشان تنشري اللعبه او عشان تعرفي بيها المصريين من الاساس؟ أو أنا بفكر إحنا أول مرة العمل مهرجان في مصر في 2016 1 أكتوبر. أوكي. ده دي اتفاق وطني صيني، ده دي عيد بتاعنا عشان لأول مرة، وخلي مصريين لأول شاف إيه دراجون بول، وبعدين خليهم ينسف
مية يجربوا بنفسهم. لازم اجرب عشان مش كلام او بس يعني فيديو. لا لازم حقيقي ينزل بمركب في مية. أوكي. وبعدين حصل المصريين بحب الرياضه ده مخصوص دراجون بول وهو مبسوط. وهي مختلفه ورياضه شيقه، واضح حتى من الفيديوهات اللي احنا بنشوفها ممارستها فيها متعه الى جانب الفوائد الصحيه اكيد اللي فيها ولا ايه؟ هي طبعا دي يعتبر من اقوى الرياضات المائيه. يعتبر اقواهم. هي رياضه نهريه ولا ممكن تكون بحريه كمان؟ بتمارس في البحار في اي مكان. لو الملابسات يعني تسمح بكده. باي مكان يسمح بامن يسمح به لممارسه اللعبه بيتمارس في اللعبه او يتمرن فيها. أوكي. عادي جدا يعني البحر الاحمر، البحر المتوسط، نهر النيل، البحيرات عندنا. كل اي مكان فيه ميه ممكن يمارس فيه اللعبه. اوكي طيب، والبطولات في بطولات مثلا بتنظموها؟ هل في يعني حاطين اكيد خطه معينه مش بس عشان اللعبه او الرياضه تنتشر، كمان عشان يبقى في تصعيد بقى للامور، ممكن يبقى في اجواء تنافسيه لاحقا، فكرتي في ده حضرتك؟ انت يبقى في بطولات. طبعا يعني احنا كل سنه الانترناشنال دراجون بول فيدريشن عامل التشامبيون شيب. يعني السنه دي نوفمبر في هونغ كونغ. اوكي وفيها فيها ناس من مصر هيشاركوا؟ لا طبعا طبعا. ولا ايه؟ ولا بس مقصوره على الاتحاد الدولي باعت دعوه لمصر لمشاركتها في كاس العالم اللي هيتعمل في هونغ كونغ. جميل. في الصين. ان شاء الله في شهر 11 اللي جاي. وطبعا هيستعدوا له ان شاء الله عشان المنتخب اللي هيمثل مصر ان شاء الله هيسافر هناك وهيمثل مصر هناك في بطوله العالم. وفي نفس الوقت بالمناسبه برضو ذو الهمم. احنا مش يعني هي اللعبه رائعه ليهم جدا ومناسبه ليهم جدا لجميع المستويات وجميع الفئات من ذو الهمم. وعناصر الامان متوفره طبعا فيها يعني. بيبقى اللايف جاكيت. المركب نفسه ستيبل امن في الميه. بيشيل المركب وزنه يعني 280 كيلو. المركب نفسه 280 كيلو. وبيتحمل فوق ال 1600 كيلو. داخل المركب. فهو يعني المركب امن جدا. من نادر قوي لا قدر الله يعني حدوث اي يعني. ده نادر جدا يعني نسبه ما لهاش نسبه مذكوره يعني. فاحنا حبينا نجرب اللعبه مع ذو الهمم. والناس كانت مبسوطه بيها جدا وفرحانه بيها جدا. وطبعا بالمناسبه طبعا السيد اللواء نادر رشدي رئيس الاتحاد المصري للدراجون بوت، طبعا انا برضو بالمناسبه انا بهنيه على نجاحه واعضاء الاتحاد بانشاء الاتحاد في مصر. ده بالنسبه لهم يعني بالنسبه لمصر برضو هم عملوا حاجه جميله جدا واضافه جديده للرياضه في مصر طبعا. وبالمناسبه برضو بشكر السيد معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي طبعا على اهتمامه ودعم الوزاره لانشاء الاتحاد، وايضا اللجنه الاولمبيه السيد المهندس هشام حطب اللي هم برضو يعني دعموا موافقتهم على انشاء الاتحاد في مصر. وطبعا بالنسبه للدراجون بوت انا شايف ان هو برضو من الناحيه السياحيه يعني الرياضه السياحه الرياضيه في مصر هيكون عامل قوي جدا، لان في كل دول العالم اللي فيها دراجون بوت السياحه الرياضيه هي بتبقى الداعم الكبير ليه، سواء لانه بيجذب اكبر عدد من السياحه لمصر. يعني لو عملنا ايفنت مثلا في مصر ممكن اقل ايفنت ممكن يبدا من 5000 لاعب في الايفنت الواحد في مصر، ومع الزياده ومصر طبعا مين من دول مختلفه من دول العالم من جميع دول العالم. فده في حد ذاته بيبقى داعم كمان للسياحه، وفي نفس الوقت بتنشر الرياضه اللي ما خدش فرصه في اي لعبه رياضيه بيبقى يجي يمارس الرياضه بتاعته، او اللي هو مثلا مش لاقي يعني في حاجه مثلا عايز يعملها يعني يخرج نفسه من الملل او يخرج نفسه. ده يكفي التفصيل اللي حضرتك قلتها كمان من شويه، فكره ان هي مش مرتبطه بسن معين وحتى كبار السن يقدروا يمارسوها باريحيه. فدي هتفتح فعلا مجال او تفتح الباب لناس كتير مش عارفين يمارسوا الرياضه بشكل نظامي معتاد من خلال نوادي او انديه مختلفه. دايما الصين يعني من اكثر الدول ومن اقدم الدول اللي عرفت العالم برياضات مختلفة طبعا. سواء فنون قتالية سواء حتى في حالة الدراجون بوتس والأشكال التقليدية الفولكلورية في الصين. يعني إيه سر الرياضة مع الصين والصينيين من قديم الأزل؟ عشان دي ثقافة. يعني مثلا يعني احنا الصينيين من زمان دي دراجون بول من 2000 سنة. عشان كده يعني احنا الصينيين بحب الثقافة بتاعنا. وبعدين ده الرياضة ده دي المهم
عشان لو انت في فرصة تيجي في المهرجان كبير في الصين شهر 6 ده دي مهرجان اعملوا حسابنا انا انا أيوة. هود ان شاء الله نكون معاكم ايوه روح هناك وشوف عيد اتفاها ده دراجون بو عظيم طبعا جميل. طيب خطتكم او جعبتكم فيها ايه تاني الفتره الجايه بتفكروا في ايه؟ طبعا انا يعني الخطه ان شاء الله اللي جايه ان احنا طبعا تكوين المنتخب اللي هو هيمارس اللي هيطلع يمثل مصر في عالميا يعني. تاني هام طبعا بطوله كاس مصر، لازم تعمل بطوله كاس مصر ودعوه لجميع الانديه ومراكز الشباب ان هي تنضم. هي لسه كاس مصر كبطوله لم تنظم بعد كده ان شاء الله، بطوله كاس مصر وبعد كده هيطلع المنتخب تكوين المنتخب عشان الرحله اللي جايه ان شاء الله في كاس العالم. هو بالمناسبه الاتحاد تم اشهاره امتى؟ تقريبا من 3 أسابيع او يعني قريب مؤخرا جدا يعني ما لحقتوش طبعا تاخده. بس احنا الحمد لله يعني واخدين كده روح معلش يعني واخدين روح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو واخدين الروح دي منه، الحته دي واخدينها منه انه بيعمل كل حاجه بسرعه وبانجاز. فاحنا برضو لا والحقيقه بيدفع الشعب دفعا لممارسه الرياضه وان كلنا نعيش في حياه ونمط حياه صحي. صحيح والصينيين موجودين عايش في مصر مبسوطين جدا. طبعا يعني سفاره صيني بعده لما سمع عندنا اتحاد دراجون بو هم بعده مبسوطين. اخبار الاكل المصري ايه معاك؟ مبسوطه من الاكل المصري ولا ملتزمه بالاكل الصيني الجميل بالمناسبه؟ طبعا انا بحب الاكل المصري. جربت ايه من الاكلات المصريه؟ ده طبعا بره اطار الاتحاد والرياضه بس من باب الفضول. دي دي اكل مش كويس للرياضه عشان ماشي. يا فندم الكشري مفيد جدا للدراجون بول. لا ماشي انا بحب ماشي عشان في رز كتير فبيحب الرز. طبعا السنين بيحب الرز. جميل جميل. والاقبال من فئه السيدات بصفه خاصه على ممارسه الرياضه دي زي ما شفنا من التقرير يعني ملفته للنظر الحكايه. واضح ان في اقبال كبير منها. ما انا قلت سيادتك هي لعبه لكل الفئات كل الاعمار. سواء الاولاد او البنات او السيدات. سواء المختلط الميكس. لان في مسابقات للرجال، في مسابقات للسيدات، في مسابقات للميكس المختلط. بالنسبه لكاس مصر اللي حضراتكم بتفكروا في خلاص بقى انه يبتدي من مثلا من الموسم الجديد ان شاء الله هيكون برضو في فئات مختلفه، فئه مختلط وفئه رجال فقط وفئه سيدات فقط. في هيبقى في والسباقات السباقات بتتراوح سباق ال100 متر، سباق ال200 متر، سباق ال500 متر، في سباق ال2000 متر وال1000 متر وال2000 متر، وفي سباق ال12000 متر. بس احنا في مصر هنبدا يعني على اساس مشاركتنا ان شاء الله في كاس العالم على عشان الوقت يعني انه بسرعه احتمال يعني احنا نشارك في سباق ال200 متر وسباق ال500 متر وسباق ال2000 متر. ان شاء الله باذن الله وربنا يوفقهم باذن الله يا رب. يعني ان شاء الله بنتمنى لحضراتكم كل التوفيق. انتوا نورتونا وشرفتونا وادخلتم رياضه او يعني شكل جديد من اشكال الرياضه في مصر. احنا بنشكر حضرتك. شكرا. نورتينا. شكرا جزيلا ومنوره مصر يا فندم. شكرا صباح الفل على حضرتك. ربنا يخليك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. ربنا يخليك.